وحول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور طارق طهبوب، كاتب ومحلل سياسي. يعني دكتور، ما سر التزامن بين تزايد التصريحات والقرارات العنصرية في أمريكا وجريمة قتل المصلين في كندا؟ الحقيقة يعني هو هذه الجريمة النكراء، رحم الله الشهداء، وهي انعكاس طبيعي لعملية التحريض الترامبية. نعم. اللي موجودة الآن، اللي بتجري في كل أنحاء الإعلام الأمريكي نتيجة الرئيس دونالد ترامب وإجراءاته بحق المهاجرين وإجراءاته بحق اللاجئين وإجراءاته بحق المواطنين الأمريكيين، فهي نتيجة طبيعية لتفكير مراهق نازي تستعيد به أيام هتلر. وهذه الجريمة إن شاء الله تتكشف دواقيعها، خصوصا أنه ألقي القبض على 2 من المشتبه بهم في هذه الحادثة. وأيضا تأتي في نتيجة تشويه الجهود الكندية بخصوص تصريح الرئيس جاستن ترودو بأنه بلاده ترحب بكل من منع من دخول الولايات المتحدة. لكن حقيقة إحنا أزمتنا كمهاجرين وكمسلمين فارين من الطغيان هي أزمة الأنظمة الظالمة التي دفعتنا إلى هذا اللجوء وإلى هذا التهجير. يعني دكتور، هل وصل ظاهرة الإسلاموفوبيا إلى حد يمكن فيه الهجوم والقتل للمسلمين؟ طبعا هو واضح، يعني هذا الكلام ستتضح أكثر بعد ذلك الأمور، أنه هذا الأمر هو نتيجة طبيعية للخطاب الأمريكي، بالذات خطاب الرئيس ترامب، ونتيجة طبيعية للإثارة الغير عادلة. ويعني حتى ترامب يتحدث عن الإرهاب، بينما احنا بنعرف انه الاول جريمه ارهابيه في عهد ترامب كانت الجريمه بحق المصلين الامنين في كندا. نعم. يعني من المسؤول عن تنامي هذه الظاهره ووصولها الى هذا المستوى؟ هل يتحمل المسلمون مسؤوليه ما يحصل بهم؟ الحقيقه انه هو يعني انت كما قلت واضح الان، هي اجبار أشبه ما تكون بأجواء الحرب العالمية الثانية، التصاعد اليمين المتطرف، الانطباعات القطرية، والحض على اضطهاد المهاجرين، والحض على اضطهاد الأقليات الدينية في بلاد أوروبا وأمريكا. تذكر أنه هذا هو الجو الذي ظهر فيه هتلر وظهرت فيه النازية حقيقة. يعني كيف يمكن دكتور للمسلمين حماية أنفسهم في أوروبا وأمريكا، سواء من النظرة العنصرية أو هذا الحال الذي وصل لمرحلة حرق مساجد ومراكز إسلامية وقتل مصلين؟ أخي الكريم، يعني هو يجب أن ننتقل من فقه العبور إلى فقه الحضور. يعني فقه العبور التعامل بمفهوم أننا نحن جالية ولسنا مواطنين. الآن الذين يصمدون لهذه القرارات الجائرة ويصمدون لكل هذا الأمر قانونيا وقضائيا، ويلاحقون الحكومة الأمريكية ويلاحقون ترامب نفسه، هم مجموعة من المسلمين المواطنين الأمريكان. يعني نحن نعترف بأن هؤلاء يعتبروا أنفسهم أمريكان مسلمون، وهذا هو الطريق الصحيح، هذا هو فقه الحضور وليس مفهوم الجالية، ويشاركون بذلك كل قوة الإنسانية. شفت انت المظاهرات في المطارات، شفت المحامين المتبرعين مجانا لتمثيل الناس اللي وصلوا الى المطارات ومنعوا من الدخول. يعني في حركه عامه تشبه حركه الحقوق البدنيه في الستينات، وهي حركه الحقوق الاسلاميه في اوروبا والغرب عامه. نعم. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور طارق طهبوب، شكرا جزيلا لك.